السلام عليكم الحباب ديالنا، كي درتو مع صحيحتكم؟ لاباس عليكم، اللهم لك الحمد. الحمد لله. ايوا الحباب ديالي، نتوما اعز ناس عندي. علاش؟ حيت ما كنخزن عليكم حتى حاجه. واحد السيده حبيبه القلب جات عندي، هانتوما تشوفوا عيني مفوخه بالدموع، المتني بواحد، عودت لي واحد قصه واقعيه شافتها قالت لك بعينيها والتقليد في عنقها، وقالت لي اقسم بالله يا عليا الا قدامي وقع هذا الشيء هي تبكي وانا نبكي. اللهم لك الحمد. ولا بدا تعرفوا هذه القصه هذه، قالت لك الحباب بانه واحد السيده عندها وليد واحد. ايوا وديك الوليد على بال تبارك الله قاري وفاهم، والميمه ديالو ميمتو شنقول لكم، انا ما قداش تنخرجها من فمها، مسكينه قاطعه يديها من يد الله كدير ديك المسائل ديال التشعويذ. وداك الوليد عايش معاها، ما عندوش باه، عنده غير ميمتو. ايوا داك الوليد على بال تبارك الله وكيقول لها امامتي امامتي الحبيبه ديالي حيد هادشي، عيا يقول لها حيد هادشي، حيد امامتي هادشي، رانا ما يصلح، ماشي ديالنا وما يصلحش، وانت خصك تقول للناس وتنوض تصلي وتقبل قبلات الله. اه كبرتي امامتي، ماشي ديال هادشي، عيا عيا عيا. واحد الوقت ناض قال الوالدة ديالي ما بغاتش توب، ما بغاتش، ما عندي ما ندير، ديال الله ناض تزوج. خدا واحد بنت الناس تزوج بيها، شافتو قالت له مزيان مزيان اللي تزوجتي، ايوا غتقعد معايا. قال لها ميمتي انا ما بغيتهاش تعرف عليك هادشي، من حقه من حقه. قال لها غادي ندير واحد الدويرة ديالي وغادي نمشي امامتي نسكن فيها ونتزوج، وانتيا هانتي دير اللي عجبك، انا بعدا بريء من هادشي، انا ما باغيكش امامتي دير هادشي، وانتيا امامتي بغيتي تبقى في هادشي الله يعاونك. ايوا ناض مشى لدويرتو هو ومراتو، عايشين بخيرين ما عندهم حتى حاجه. واحد الوقيته شنقول لك، الام جات عنده قالت له غادي تجي عندي، انا عندي الدار كبيره وانا عندي، وانا غتجي عندي وغتسكن معايا. قال لها امي انتي الحبيبه كون ما كنتيش كدير داكشي انا نسكن معاك، ولكن السيده ديالي ما بغيتهاش تعرفك كدير داكشي. علاش؟ لانه نهيتك تشبعت وما بغيتيش، ويكون قطعتي داكشي نجي نسكن عند التراب برجلك امانتي. قالت له هذاك النهار اللي ما تشوفوش انا بغيت نبقى في هاد الشيء ومعطيني هاد الشيء، وانا بغيت، وانا الناس كيجيو عندي من هايت وايت ويديروا عندي داك الشيء. قال لها والو امانتي، راك كتأذي الناس، راك كتأذي الناس. قالت له لا دابا ما بغيتيش تجي، وعارفه فين غتجيك. ما عرفتش شنو مسكين دارت له العالم الله ديك الام، وهو تيبغي ديك البنيته اللي خدا كيحبها لله، حتى شتاتو معاها، مشات مسكينه لدارهم، جمعت حويجاتها ومشات لدارهم. جا عندها قالت له صافي ها اللي قلت لك، قلت لك راه ما غتبقاش معاها، وانا الا مشيتي حتى درتي ما بغيتيش تجي عندي راه غادي نفرقك منها. قال لها امي حرام عليك، حرام عليك امي، راجل باللحيه وكيبكي ولدها، وتيقول لها امي انا حبيتها لله وانت درتي لي هذا الشيء، راه ما يبغيه لا الله ولا العبد. قال لها غادي نمشي نبيع فيما
غالله غادي نمشي نعطي راسي فين ما بغى سيدي ربي. قالت له والو غتبقى معايا؟ قال لها ابدا، انتي ما بغيتيش تتوب وشوف اشنو درتي لي لهاد البنيته اللي خديتي، حتى هي مسكينه مظلومه هيا وهي مشات فحالها وانا بقيت بالله وحرام هادشي اللي درتي لي امويت. قالت له والو انا قلت لك كلامي تسكن معايا. قال لها ابدا ولا غنسكن معاك. المهم بقات مني منك هي وياه تيتجادلوا، حتى قال لها واسمعني مزيان، الا بقيتي في هادشي امويمتي كنقسم لك بالله ما تحضري لجنازتي وخا نموت وما نحضر لكش لجنازتك، حالف ما نحضر لكش لجنازتك وانت ما تحضر لكش لجنازتك. اش تقول؟ قال لها هادشي اللي كاين لانه حنا ماشي ديال هادشي. صلي يا امي وحيد عليك هادشي، قبلي قبلتي الله وهادشي اللي بغيتك دير امي انت حبيبي، وانا باقي كندوي معاك وباقي استغفر الله العظيم كنطلب سيدي ربي، اقسم بالله يا الحبيب ديالي الا هي كتعاود وانا كنبكي شوف شنو غادي يوقع. الام مشى في حالته عاش في ديك الدويره اللي خدا، جاو عندو الناس قالوا لامك دابا 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 غادي تمشي معنا اما واما. قال لها ما غنمشيش. قال لهم ما غنمشيش. قال له والو غتمشي معنا تشوف امك؟ ما بغاش. سد عليه باب دارو، ناضوا دوك الناس مشاو يشوفوها لقاوها كتغرف، نقطوا لها ديك الامويها في حلقها. هو الناس بالناس والناس بالله. قال لك الله يجعل تالينا احسن من اولنا. هي ما دارتش التالي، هي بقات حاقده وبقات كتقول لولدها انا اللي ما غنديرش ما غنحيدش هادشي اللي كتقول لي نحيدو. استغفر الله العظيم. المهم ناضت ديك السيده اللي قطرت لها امويها، مشات لدارها وجات رجعت عندها لقات من الامانات دامت. عيطت للناس، عيطت للجيران، عيطت للحباب، عيطت، جاو هزوها دفنوها وجاو في حالاتها. ايوا الحباب ديالي ما عندي ما نقول، جاو في حالاتهم لا غدا على الصباح، حيت تعرف النهار اللي كيدفنوا كيبنوا يمشيوا النهار الثاني، ولا الا ماتت النهار الاول النهار الثاني كيدفنوا النهار الثالث كيمشيوا التفريق. ايوا مشاو لقاو السيده بحال ما يلا غيدفنوها، الارض ما قبلاتش عليها، تهزت وتحطت فوق القبور والو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا اله الا الله، ولا اله يا ربي يا ربي تحفظنا، يا ربي تحفظنا وتحفظ العباد كلها يا ربي. كنطلب الله كنطلب الله كنطلب الله يحفظنا ويحفظكم من هاد التشعويد ومن هاد الاذى كلها، هادي كتسمى اذى. ناضوا قالوا كدا ما كدا، لا ارانا عاوتاني ندفنوها، عاود دفنوها قراو عليها ودفنوها، عاود نفس الشكل، عاود جاو الصباح لقاوها فوق القبور. قالوا نجيبوا العائلة، قالوا شي واحد، قالوا عندها ولدها ولكن راه ما بغاش يجي، شنو نديرو؟ قالوا وريوه لنا. كتقسم بالله السيدة اللي عودت لي هادشي، قالت كيلا مشاو حتى الجدارمية معاهم، الولد تيتنطر وتيقول لهم ما نمشيش. قال له عودنا اش كاين، لانه ما امك واخا تكون دايره اللي دايره انت اللي غتفكها باذن الله باذن الله. قال له والو انا حلفت ما نحضرش. قال له ما حضرتيش، دابا اللي عطى الله عطاه، ما حضرتيش للدفين ما حضرتيش؟ قلتي لا. قال له قلت لا ما غنحضرش ليك، لانه قال له عود لي شنو واقع. قال له ما نقدرش،
قال له عاود لي قلت لك، قال له ما نقدرش ما نقدش ثلاثة د النوبات. ويقول له زيد معايا، قال له هاك دير لي المينو دير لي. كيبكي الولد، مشى داه حتى للقبور، قول له شوف امك هذه ثلاث ايام وحنا كنديروها وهي كترجع كنديروها. قال له الله سبحانه وتعالى ما بغيتش انا يعاقبها، ولكن أداة الناس أدتني حتى انا مع الناس، انا اللي كذبتها أدتني ما خلات ما دخلت فيها. هاد الام هذه انا نصحتها وعييت امامتي، ها الحبيبه ديالي حيد هاد الشيء عليك، حيد هاد الشيء، اقسم بالله الحبيب ديالي ما زدت عليكم ما نقصت، هاد الشيء راه واقعي ماشي نقول لكم نكته ولا فيلم ولا ابدا، هاد الشيء وقع وكاين نص في المغرب غادي يقول لك كاين اللي شافو. وانا عاد سمعت هاد الشيء وبقى فيا الحبيب تاثرت، ما نقدرش نكذب عليكم، هاد الشيء تي بنادم يتاثر بلهوه. قال لهم واد جروه بديك الميموط وحطوه قدامو، هو يقول لها مامتي وصلنا لهاد الشيء مامتي، يا قلت لك مامتي ما نحضر لك ما نشوفك ما نراك. دابا مامتي هاتي مشيتي عند سيدي ربي، ها ربي شوف شنو دار فيك سيدي ربي الله سبحانه وتعالى. قالك إن الله يمهل ولا يهمل، سعداتك فعل الخير وعباد الله وين الحباب والناس، اللي شاف شي واحد يدير هاد الشي نهيوه نهيوه. الأذى هذا كيسميوه الأذى، كيأذيو الناس وكيأذيو الناس اللي مجوجين، كيأذيو رجال، كيأذيو الوليدات. عاد قالوا بسم الله في حياتهم مساكن حرام حرام، داكشي نشوف شي واحد مسكين عاد زواج وعطي الله الله يكمل عليه بالخير، نشوف شي واحد مسكين مقطع ما عندوش مسكين نطلب الله ربي يعطيه، نشوف شي واحد عنده لباس عليه ولكن مسكين ندير له شي حاجه، وهذا كنقول له يا رب يا ربي تحيد عليه الباله، يا ربي يا ربي تفك خباله واللي داير له شي حاجه ربي غادي يخلص ربي غادي يخلص. هاد الناس اللي كيأذيو الناس راه حرام عليكم حرام عليكم، تحد ما دار لكم شي حاجه باش تأذيوهم حرام، بعدو من التشعويذ بعدو من هاد الشيء، الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم. بعدو شوف الوليد اش وقع له، بدا يحكي لهم كل شيء اللي وقع له مسكين، وقالوا له والو راه ما غاديش تبقى في الارض الا طلبتي منها الصلاح، قل لها انا مامتي مسامح لك وانت سمح لي، ولو قالوا له دايره اللي دارت غادي تقول لها سمح لي وانا مسامحك وانت انت يا مامتي سمح لي، لانه الام الام هذه غير هو الله يسمح لنا ملي شاف مهمتو ما بغاتش تتوب صافي كره كلشي. هو الحباب ديالي طولت عليكم وسمحوا لي، وهاد القصه هادي ماشي كذوب، هادي قصه واقعيه واقعيه، والله سبحانه وتعالى ملي بقى تيبكي وكيبكي الوليد كيبكي كيبكي كيبكي، شنو هو كيقول له ما سيدي ربي انا في حالي باقي ما يتزوجش، ولكن علي ترميتي بغيت نمشي ناخذ شي بنت مناش ونعيش معها صافي ونبعد من امي باش ما ناخذش منها الشوكه. وهكاك كيفاش وقع وبقى تيدعي الله كيطلب الله كيطلب الله كيطلب الله كيطلب الله، جاو الناس اللي دفنوها عاوتاني هسوها وداروها دخلوها للقبور ديالها، وملي دخلوها الوليد كيبكي الدموع نازلين على مامتو، وهو كيدير اللحد عليها وهو اللي دار التراب وهو اللي دار كل شيء، وتيقرا 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 وتيقرا.
يا ربي تسمح لها يا ربي تسمح لها يا ربي تسمح لها يتمو مهما كان كيشوفها كتعذب تفك بورا كتعذب يا ربي تسمح يا ربي تسمح يا ربي تسمح هات حطها وغطى عليها تراب ومشى في حالها الى حد الان الحمد لله عاد كتغير بالها هادشي علاش حكيتو لكم حكيتو باش علاش الا كان شي واحد تيادي خوه المؤمن حرام عليه كنطلب سيدي ربي كنطلب سيدي ربي يبرد علينا وعليه ويبعد من الشيطانيات يبعد باش الله سبحانه وتعالى يغفر له ولو يكون كان كيدير هادشي كنطلب الله ما يبقاش يدير هادشي نطلب الله نطلب الله الحباب ديالنا الحباب ديالنا وسمحوا لي انا غير سمعتيكم هادشي سمعته وقلت والله تنحكي لكم لانه انا تاثرت بزاف وبغيت حتى الحباب ديالي يسمعوا وحتى دوك الناس اللي العالم الله اللي كيأديو الناس يحيدوا يحيدوا يعرفوا الله كاين يعرفوا سيدي ربي كاين كاين في اي قنت في اي بلاصه سيدي ربي معانا في ما كنا سيدي ربي معانا والله يرضي عليكم تسمعوا تسمعوا لي الله يرضى عليكم الله يحفظكم بحفظ الله كنطلب الله كنطلب الله يسمح علينا وعلى امه سيدنا محمد وتبارك الله عليكم وما تنسوناش الحباب ديالي الله يحفظكم الله ينجيكم